الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من القاضي الشرعي الأول ووزيري الأوقاف والعدل والمفتي العام للجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك. الحكومة تقرر تشكيل لجنة لمعالجة الواقع التمويني والاقتصادي والخدمي لمحافظة حلب، والحلقي يعد بمتابعة قافلات الإمداد بنفسه. واصلوا قواتنا يواصلون تقدمهم في الخالدية بحمص وحجيرة بريف دمشق للقضاء على الإرهابيين أعداء الوطن والدين. إن سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر قد أصدر إعلانا دستوريا يغطي المرحلة الانتقالية، وقد أعلن معه جدول مواقيت محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب. الرئاسة المصرية تصدر إعلانا دستوريا، والرئيس المؤقت يعين حازم الببلاوي رئيسا للحكومة والبرادع نائبا للرئيس. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا بكم وكل عام وأنتم بخير.